إذن هذه بارك الله فيكم الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي خمسة. أولها مؤنة التجهيز، ارتفعت انخفضت، أول شيء يؤخذ من التركة بعد موت الميت مؤونة التجهيز. مؤونة التجهيز عندكم احمدوا الله على نعمه وفضله بالمجان، والناس هنا يبذلون أموالهم لتجهيز إيش المغاسل وتجهيز المقابر ولا ندري عنها، ولكنها في بعض البلدان تكلف آلاف الدولارات القبر الواحد، فلذلك لابد أن يؤخذ لها إيش حسبتها. فمؤونة التجهيز أول حق في الورثة في التركة يؤخذ أولا، لأنه حق الميت مقدم على حق الحي، واضح ولا لا؟ ولأنه لو كان حيا لكان حقه في ماله أعظم من حق غيره وأولى من حق غيره، فبعد موته كذلك. إذن هذا الحق الأول. الحق مثل ما ذكرت لك أنا، لو يأتي على التركة كلها لا بد من دفنه، لأنه ستر عورته وهو حي واجب ولا لا يا شباب؟ فكذلك ستره وهو ميت واجب.